التمرين الثالث بنش بريس مستوي 4 سيتات، بنشوف ناخذ كم دفعة. خلصنا اول سيت، نرتاح تقريبا دقيقة وناخذ السيت اللي بعده. يا يما ترى ما اخذ اوكسي وبريموت واني داخل نفس الوقت او عاد اوكسي بس كنت زين عمو نيك
اشو ماكو عندي هنا بعد بعد شيء صار بس تعال خلينا او شنو شو ثقيل هم نرجع نقول شو تبي أوف أوف لا أوف كمان كمان اب 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 وان يلا ايزي ايزي شوفوا يعني لازم يسوون هالحركه اذا ما سووها لا تتمرن ولا تونك خيولي لازم ايدك لورا تنزل للاخير بعد 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 انزل 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 ايزي كمان هاي شنو هاي شو رايك بأحمد؟ طيب لا لا كواحد يلعب حديد تعلم ايش تنزل مو تقوم الزحلق